انضم لنا الان الزميل العزيز كابتن ناصر عباس خبير التحكيم الدولي. كابتن ناصر مشرف. تحياتي لك كابتن نايم وتحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار النهارده كابتن؟ ايه الاخبار؟ طاقم التحكيم اخباره عندنا مفاجاه برضك، يعني احنا دايما هنا بنقول المفاجات الكبيره. طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن، محمد يوسف، عندنا هاني عبد الفتاح، وعندنا اسامه عبد اللطيف، والحكم الرابع محمود ناصف، وعندنا كمان لو هنشوف الشاشه هنشوف حكم الفار الحكم مصطفى مدحت، ومعاه محمد عباس قابيل. ده طاقم التحكيم. لو رحنا لمحمد يوسف، وهنا مفاجاه اول مره يمكن نقولها. محمد يوسف كان المفروض الموسم اللي فات كان اخر موسم ليه، ولبلوغ سن 45 سنه، ويمكن هم خدوا قرار بان خلاص هو محمد يعتبر ده اخر موسم بالنسبه له، وبالتالي حضروه ليه ان هو خد كورس للمحاضرين ان هو يحاضر الحكام. ونشوف هنا محمد يوسف معانا في الصوره. طيب محمد يوسف 45 سنه، خدوا قرار لجنه الحكام الكابتن ايمن بان هو اخر سنه ليه كانت السنه اللي فاتت. طب نستاذنك كابتن بعد اذنك بس للمقاطعه، معلش انا اسف، هنقول تشكيل النادي الاهلي حسب ما ورد لنا الان. هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، خالد عبد الفتاح ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. ثلاثي خط الوسط محمد مجدي قفشه، احمد نبيل كوكا، وكريم نيدفيد. وثلاثي المقدمه حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وموديست. كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي النهارده بتحقيق الفوز. شايفين تغييرات كتير، ان شاء الله التغييرات تؤتي ثمارها باذن الله النهارده. اتفضل يا كابتن. كابتن نايم، كنا بنقول ان محمد يوسف 45 سنه كان المفترض ان هو اخر موسم ليه الموسم اللي فات. لجنه الحكام بلغته ان هو ده اخر موسم، وبالتالي حضروه لكورس المحاضرين ان هو يبقى محاضر للحكام. المفاجاه بعد كده فتره قالوا لا، تعالى اعمل اختبار وارنر اللي هو اختبار اللياقه البدنيه، واكشف كشف طبي. تاني. هترجع تاني تحكم. دي كانت اول مفاجاه بالنسبه لمحمد. ده تمديد؟ يعني هو يعني النهارده السن بقى مفتوح يا كابتن ايمن، مفيش سن. الاول كان 45 سنه، دي اخر حاجه، ولكن النهارده السن انت على حسب انت كلاجنه حكام حضرتك شايف ان الراجل ده ممكن يفيدك. المهم ان هو يجتاز الكشف الطبي ويجتاز الاختبار البدني. هو عمل الكشف الطبي كويس والوارنر، وبعدين رجع. المفاجاه الاولى، هو لعب 11 مباراه الموسم اللي فات يا كابتن ايمن. 11 مباراة، لعب مباراة للزمالك، لعب مباراة الفيوتشر، لعب مباراة بيراميدز، لم يدير أيضا أي مباراة للنادي الأهلي. تاني أهو تاني، ودي أول مباراة تقريبا من موسم كامل لم يدير أي مباراة للنادي الأهلي. ده نفس اللي قلناه على عبد العزيز السيد الماتش اللي فات بالظبط. بس عبد العزيز السيد كان لاعب أكتر، عبد العزيز كان لاعب تقريبا 16 17 مباراة. عبد العزيز السيد كان لاعب أكتر مباراة للزمالك، كان لاعب 5 مباريات للزمالك. ولكن تاني محمد يوسف هنقول ان هو لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي الموسم اللي فات، دي اول مباراه بالنسبه له. اسناده ليه هذا الموسم كابتن ايمن مباراه للزمالك، وكانت زمالك وسموحه، وكانت مباراه الى حد كبير مباراه كانت سهله تحكيميا. هذه المباراه النهارده هتكلم في جزئيه مهمه جدا، يمكن البعض يمكن اللي ما راحش الملعب ده مش هيقدر يحكي عنه. الملعب ده انا حكمت عليه، الملعب ده الشوط الاولاني بيبقى فيه شوط هواء مظبوط غريب جدا معاك، الشوط الثاني الدنيا بتبقى معكوسه. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان النهارده حتى كمان اللاعبين كابتن ايمن على ارضيه الميدان لما يبقى الشوط الاولاني هواء غير عادي غير طبيعي، انت المفروض تستغل الهواء دوت في من خلال لما تبقى انت معاك الهواء، الشوط الثاني بتبقى انت عندك مشكله حتى في التحضير في الباص، تلاقي كرة ما بتوصلش، التمرير كلها بتبقى احيانا مش مظبوطه. ده الملعب بتاع الجونه. نروح لهاني عبد الفتاح، والنهارده كانوا بيتكلموا على ان هاني عبد الفتاح النهارده اللي هو المساعد الاول هو مساعد دولي كابتن ايمن. قالوا ازاي حكم مساعد دولي يلعب مباراه اول امبارح الزمالك وبيراميدز، والنهارده يلعب النهارده الاهلي، ويعني واحنا ما عندناش حكام. هو اللي اتكلم قال له عنده حق، هاني عبد الفتاح لعب ماتش الزمالك وبيراميدز وقدم مباراه كويسه، النهارده بعد يومين حطوا النهارده في مباراه الاهلي والجونه. هو اللي حصل كالاتي، مباراه الاهلي النهارده والجونه هي مؤجله. صحيح. فالتعيينات بتنزل مسبقا يا كابتن ايمن قبل كده، يعني هم الطاقم ده محطوط في يعني ده محدد سلفا من الاسبوع تقريبا الرابع تقريبا محطوط الطاقم ده. فبالتالي لما هو لعب الزمالك وبيراميدز هو اوريدي هو موجود في هذه المباراه كتعيينه، المباراه دي مؤجله
انا بس حبيت اوضح ليه هم حطوه في هذه المباراه. اسامه عبد اللطيف الحكم المساعد الثاني، حكم من الحكام الخبرات. عايز اقول النهارده اسامه عبد اللطيف 45 سنه، محمد يوسف 45 سنه. عندنا على تقنيه الفيديو هم حاطين حكمين صغيرين صاعدين بس كويسين شاطرين، مصطفى مدحت ومحمد احمد عباس، الاثنين حكام. طب اتمنى النهارده ان شاء الله باذن الله يا محمد، اولا انت عندك خبرات خلاص كبيره، بتتمرن كويس، مجتهد، فاهم القانون. خلي بالك النهارده مباراه بالنسبه لك برضك مباراه كبيره قوي، لو عديت بيها النهارده تثبت ان انت صح. يا جماعه لما انتوا جددتوا لي كان عندكم حق ان كنتوا تجددوا لي. مباراه طبعا صعبه، واتمنى ان شاء الله الطاقم التحكيم كابتن ايمن النهارده يؤدي مباراه كويسه كالعاده، ونختم هذه الفتره اللي هي بعد كده هيبقى في تحضير للجنه الحكام في معسكرات وفي حاجات من ديت ان شاء الله. نتمنى التوفيق للتحكيم المصري. نتمنى التوفيق للتحكيم للنادي للتحكيم طاقم التحكيم النهارده، ونتمنى التوفيق كمان للنادي الاهلي باذن الله في تحقيق الفوز ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن لينا مره اخرى باذن الله بعد نهايه المباراه. اشكرك يا كابتن.